في الفيديو ده يا جماعة هنعرف كل تفاصيل المالديفز، سكن، مواصلات، رحلات، كل حاجة في المالديفز نعرفها ونعرف الأسعار بتاعتها ونعرف أهم النصايح قبل ما نيجي هنا. خليكم معانا في الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة متنسوش تعملوا لايك وتدعمونا كده بكلمة تشجيعية في الكومنتات، ولو مش مشتركين في القناة خشوا اشتركوا على طول، ويلا بينا نبدأ الفيديو. جزر المالديف من أشهر وجهات السياحة لشهر العسل، وساعات في ناس بتروح تستكشفها لوحدها زي ما انعمل. فأيا كان بقى انتوا مسافرين هناك لهدف الاستكشاف أو رايحين هناك شهر عسل، فالفيديو ده هيكون مفيد جدا. بالنسبة لك الكلام عن المالديف بشكل عام هيكون مختلف شوية، وده لأن المالديف مختلفة جدا بطبيعة أصلا وجودها الجغرافي. هي سلسلة من الجزر الكتيرة جدا اللي موجودة في المحيط الهندي. ففي الفيديو ده هنتكلم عن أنواع كل حاجة من الحاجات اللي بنتكلم فيها في كل الفيديوهات بتاعتنا بتاعت تروح فين وبكام، اللي هي السكن والمواصلات والرحلات وأهم النصايح. بس هنتكلم على الجزر اللي زرناها في المالديف. والجزر اللي احنا زرناها في المالديف هي أشهر جزر موجودة هناك، فما تقلقوش خالص، دي في الغالب الجزر اللي انتوا هتروحوها برضه. اول حاجه هنبدا نتكلم عنها في الفيديو ده هي المواصلات، وخلينا نبدا باهم حاجه وهي المواصلات من المطار. اول لما بتوصلوا المالديف بتوصلوا على جزيره اسمها هولومالي، ودي الجزيره اللي موجود فيها المطار بتاع المالديف، ومن هناك تقدروا تتحركوا على العاصمه بتاعت جزر المالديف وهي مالي. تقدروا تتحركوا لهناك بثلاث طرق. اول حاجه ممكن تتحركوا بيها هي ان انتوا تاخدوا تاكسي من المطار، وهتلاقوا ان انتوا في اقل من 10 دقايق وصلتوا للمكان بتاعكم في جزيره مالي ايا كان هو فين، لان بجد المسافه صغيره جدا. يا اما ممكن تاخدوا القارب العام اول لما تنزله من المطار، والقارب العام بيبقى موجود قدام المطار على طول اول لما تطلعوا على الشمال، ويبقى ليه كشك صغير كده بتجيبوا منه التذكره، وتمن التذكره 10 روفيه. الميزه في المركب العام ان هو موجود على مدار اليوم باستمرار كبير جدا، بس مش موجود بالليل، وكل نص ساعه هتلاقوا مركب بيتحرك من هناك يوديكم مالي على طول. لو وصلتوا بالليل بقى مش هيبقى قدامكم غير اوبشن ان انتوا تركبوا تاكسي او تاخدوا برايفت بوت، والبرايفت بوت طبعا بيبقى اغلى شويه من المركب العام. ممكن تدفعوا حوالي 15 او 20 دولار علشان يعديكم من هولو مالي يوديكم العاصمه مالي، ودي كل المواصلات وسبل التحرك اول لما تنزلوا من المطار علشان توصلوا العاصمه. اول لما توصلوا العاصمه مالي يبقى قدامكم طريقتين بالظبط للتنقل حوالين الجزيره، يا اما تركبوا تاكسي يا اما تركبوا الاتوبيس العام اللي موجود هناك. والصراحه انا مش شايف ليها اي لازمه ان انتوا تركبوا تاكسي ولا حتى الاتوبيس العام، لان الجزيره صغيره جدا. انا فعلا اتمشيت الجزيره من اولها لاخرها في حوالي تلت ساعه 25 دقيقه بالكتير. بس طبعا لو في حد ما بيحبش يتمشى فممكن ياخد تاكسي او هياخد باص، والباص ثمنه 7 روفيه. بس طبعا نصيحتي ان هي طالما جزيره صغيره جدا ان انتوا تتمشوا فيها وتستكشفوها، لان ما فيهاش حاجات كتيره قوي تتعب. المواصلات بقى ما بين الجزر وبعضيها عامله ازاي؟ جزيره مالي بحكمها العاصمه بيطلع منها كل القوارب تقريبا اللي بتروح تقريبا كل الجزر اللي عايش فيها ناس او الجزر السياحيه اللي موجوده في المالديف. وزي ما قلت لكم كده معظم الجزر، لان في جزر مش بتتراح غير بالطيران، في جزر اصلا ما عليهاش حاجه فما بتطرحش اصلا. بس المميز في مالي ان انتوا من هناك تقدروا ان انتوا تحجزوا قوارب عامه، ودي بتبقى رخيصه جدا جدا جدا. مثلا تقدروا تحجزوا قارب عام يوديكوا جزيره مفوشي اللي هي اشهر جزيره محليه موجوده على المالديف بحوالي دولار ونص. القارب العام بيكون موجود كل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه، فخلوا بالكم قوي من الموضوع ده. ومعظم الوقت بيكون ليه ميعادين بس في اليوم، ميعاد الصبح وميعاد بعد الظهر. بس اللي عرفته هناك منهم ان ساعات الميعاد بتاع بعد الظهر ده بيتكنسل، مع ان انا ركبت المركب في الميعاد ده قبل كده، ولكن قالوا لي ان ساعات الميعاد ده بيكون موجود وساعات لا، ولكن الاكيد جدا هو الميعاد بتاع الصبح. فخلوا بالكم وظبطوا البلانز بتاعتكم على طول على الميعاد بتاع الصبح لما تسالوا على المواعيد وانتم هناك. مشكلتي بقى في موضوع القوارب العامه ده لما كنت رايح جزيره تودو. لما جيت اروح جزيره تودو كنت راجع من جزيره مفوشي على مالي علشان اخد من هناك مركب عام يوديني على تود، علشان انا عارف ان المركب العام نسبيا ارخص جدا من البرايفت بوت، فقلت ارجع على مالي ومن مالي هتحرك بمركب عام يوديني لهناك. فدخلت على المكان اللي بجيب منه التذاكر وبقول للست انا عايز اروح تود. قالت لي لا خلاص مفيش مشكله، احجز لك تذكره، تعالى الاسبوع اللي جاي زي النهارده كده وان شاء الله هتركب تروح لتود. فانا فضلت واقف قدامها شويه، فعلا انا ما كنتش مجمع، هو ايه اللي تعالى كمان اسبوع؟ انا فاضل لي 3 ايام وامشي من البلد اصلا. فدي كانت احدى المشاكل الكارثيه بقى اللي واجهتني وانا ما كنتش اعرف في المالديف، هو ان المراكب العامه ساعات للجزر الغير مشهوره قوي بتطلع مره واحده بس في الاسبوع. فساعتها كان الاختيار الوحيد بالنسبه لي والاوبشن الوحيد هو ان انا اخد برايفت بوت يوديني على الجزيره بتاعه تودو، والبرايفت بوت كان ثمنه 25 دولار في المره، يعني رحت ب 25 دولار ورجعت في المركب برده ب 25 دولار برايفت بوت، وبيبقى نفس الثمن برده لجزيره مفوشي لو هتروحوا ببرايفت بوت، ف 25 دولار رايح و 25 دولار راجع، ودي نسبيا افريج الاسعار
الاسعار بتاعه المواصلات البرايفت بوت خصوصا لجزيره مافوشي وجزيره تودو. ممكن تلاقوا حاجات ب25 وممكن تلاقوا حاجات ب30 حسب اليوم بقى وحسب الوقت وحسب المركب اللي انتوا هتركبوه. اهم حاجه في موضوع المواصلات ده وخصوصا لو هتاخدوا المواصلات العامه ان انتوا تخلوا بالكم جدا يا جماعه من المواعيد. دي اكتر حاجه ممكن تسوحكم جدا في المالديف. وخلوا بالكم جدا ان انتوا لو رجوعكم او مروحكم لاي جزيره يوم جمعه تتاكدوا 100% ان في برايفت سبيد بوت موجود اليوم ده، لان كده كده مفيش لوكال بوتس يوم الجمعه. فلو مفيش برايفت لوكال بوت وانتوا عندكم طياره هتلحقوها كده مع السلامه يا طياره. فنخلي بالنا ونتاكد جدا من المكان اللي احنا حاجزين فيه ان في مركب يوم الجمعه ترجعنا العاصمه مال ايا كان بقى احنا في انهي جزيره. اخر اوبشن بقى للتنقل ما بين الجزر هو الطيران، اللي هو الطيران الداخلي بتاع المالديف نفسها. وده الصراحه اسعاره طبعا بتبقى اعلى بكتير جدا، ولكن في بعض المنتجعات اساسا ما بيطرح لهاش غير بالطياره دي، ودي طبعا بتبقى انكلودد بقى مع الحجز بتاعنا في الريزورت ده، بس طبعا بتبقى غاليه جدا. ودي حرفيا كل حاجه لازم تبقوا عارفينها عن المواصلات في جزر المالديف. مش هتحتاجوا يا جماعه فعلا معلومه زياده عن كل اللي انا قلته ده. فلو انتوا في الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تدوني لايك، ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنت. نخش بقى في تاني حاجه هنتكلم عليها النهارده وهي السكن. هنتكلم على السكن في اول جزيره هنروحها وهي جزيره مالي. مش كل الناس هتقعد في الجزيره بتاعت مالي، وبالكتير قوي لو هنقعد هناك هنقعد ليله واحده، لان الجزيره نفسها نسبيا ما فيهاش حاجات تتعمل اصلا. ارخص سكن برايفت ليا لقيته في الجزيره بتاعت مالي كان بحوالي 33 دولار، وده كان هوستل موجود في مالي زي كبسوله كده قعدت فيها الليله وبعد كده انطلقت على مافوشي. بس لو انتوا فردين هتقدروا تلاقوا اوتيلات كتيره قوي بافريج سعر مثلا 55 دولار 60 دولار او 65 70. هتلاقوا ان انتوا في الليله مثلا دفعتوا حوالي من 30 ل 35 دولار، ومعظم الوقت بيكون بالفطار. فلو انتوا مسافرين لوحدكم خصوصا في جزر المالديف نسبيا هتدفعوا اكتر، علشان اوبشنز الهوستلز اصلا مش موجوده في المالديف. هتلاقوا طبعا كل الاوبشنز دي موجوده على مواقع زي بوكينج واجودا، طبعا بيبقى مهم جدا في جنوب شرق اسيا، وبرده مهم جدا ان انتوا تشوفوا موقع زي اير بي ان بي خصوصا في العاصمه مالي. مش هيبقى مفيد قوي في مافوشي ولا هيبقى مفيد قوي في تودو، بس ده نسبيا متوسط السكن كده في جزيره مالي. نخش بقى يا جماعه على الجزيره اللي بعدها وهي جزيره مافوشي، اللي تعتبر زي ما قلت لكم اشهر جزيره لشهر العسل اصلا في المالديف. السكن على جزيره مافوشي يعتبر سعره كويس جدا بالنسبه لاماكن سياحيه كتيره قوي حوالين العالم. ارخص سكن يا جماعه على الجزيره كلها صورت فيه فيديو تقدروا تلاقوه في البلاي ليست بتاعت المالديف، بس كان بحوالي 30 دولار في اليوم. وطبعا تقدروا تلاقوا كل الاماكن دي برده على بوكينج واجودا، بس متوسط الاسعار هناك ممكن يوصل ل 70 80 90 دولار، وفي حاجات طبعا ب 100 واكتر من كده. في فنادق كتيره قوي موجوده على الجزيره دي، فهتلاقوا اوبشنز كتير قوي. بس الحاجه اللي فعلا اقدر اقولها لكم ان نسبيا القعده على الجزيره في اي حته تقريبا يعتبر هو، بس ده من وجهه نظري انا المتواضعه الصراحه، لان الجزيره بجد ممكن تتمشاها من اولها لاخرها في حوالي 7 دقائق او 8 دقائق، فما فرقتش خالص ان انا اكون قاعد في الناحيه دي من الجزيره وابقى قاعد في الناحيه دي من الجزيره، مش هيفرق خالص. وغير كده البحر حوالين الجزيره كله اصلا ببلاش، مفيش ستايل كده ان انت تدفع مثلا تيكت للبحر ولا تدفع اي حاجه، تخش البحر في اي حته حوالين الجزيره كلها ببلاش. فكرة بس ان انت تحجز عامه اكوموديشن غالي هناك او سكن غالي هناك، هي بس ان انت عايز تقعد في مكان انضف وافخم وكل الكلام ده. ولكن لو انت مش فارق معاكوا قوي المكان واللي هو ممكن تقعدوا في حاجه يعني نص نص عادي مش هتتضايقوا، ففي اوبشنز كتيره جدا على جزيره مافوشي. كده كده هسيب لكم في وصف الفيديو شويه اوتيلات ممكن تحجزوها على طول وبيكون عليها خصم كمان من اللينك بتاعي. نخش بقى على السكن في جزيره تودو. السكن بقى على جزيره تودو ممكن يبقى اصعب شويه من الجزيره بتاعت مافوشي، لان جزيره تودو تعتبر اكبر بكتير من جزيره مافوشي. جزيره مافوشي فعلا صغيره جدا، والتحرك حوالين الجزيره بجد سهله قوي، هي فعلا شارع رايح من شمال الجزيره وشارع راجع من يمين الجزيره، فهي فعلا ما فيهاش اي تفكير. ولكن جزيره تودو جزيره زراعيه كبيره جدا، ومهم قوي تبقى عارف انت هتقعد فين هناك، علشان في فعلا اماكن بعيده شويه عن السنتر او المحلات، ممكن تبقى بعيده شويه حتى عن الشواطئ المشهوره هناك. فنصيحتي عامه كمكان مميز ممكن تقعدوا عليه في جزيره تودو ممكن تكون الاماكن والفنادق اللي قريبه من شاطئ الغروب او السانست بيتش، لان بالنسبه لي ده فعلا كان احلى شاطئ هناك. اتكلم عنه كده كده بالتفصيل في الجزء يا جماعه بتاع الاكتيفيتيز او الرحلات اللي بتتعمل في المالديف. بس المنطقه دي نسبيا تعتبر احسن مكان تقعدوا فيه، لان انتوا برده من هناك مشي دقيقتين 3 دقايق وهتبقوا مثلا عند سوبر ماركت، هتقربوا للمنطقه اللي فيها شويه مطاعم. بس الفكره ان جزيره تودو الطبيعه بتاعتها مختلفه خالص عن جزيره مافوشي. يعني جزيره مافوشي هو شارع واحد بس وهتلاقوا فيه كل المحلات كل الاماكن سواء الصبح او بالليل فاتحين مع بعض كلهم في خط واحد، انما جزيره
تودو تحسوها متاهة شوية خصوصا بالليل، لها حواري صغيرة طبعا فيها طريق رئيسي اساسي، ولكن المطاعم حرفيا متنطورة، يعني في منها شوية طبعا على الطريق الاساسي، بس في منها كتير موجودين في شوارع جانبية عشوائية كده بالليل. ونسبيا هناك مفيش نور، يعني النور قليل، فانت بالليل بتبقى ماشي مقلق، مع ان الدنيا امان، يعني الدنيا هناك امان جدا فعلا، ولكن هو الاحساس بس بفكرة ان انت ماشي بالليل كده على جزيرة مهجورة، فاهم؟ انت حاسس ان هي مهجورة عشان اللي هو الاجواء اللي حواليك كده، الدنيا مظلمة وماشي في الشارع لوحدك وشايف حد جاي عليك من بعيد كده، اللي هو في حاجة تحصل. بس يعني بغض النظر، المالديف فعلا امان جدا، وانا ما حسيتش باي نوع من انواع الخوف في اي حاجة هناك، سواء بتمشى الصبح او بالليل. الناس فعلا هناك جمال وخدومين وبيساعدوكوا جدا في كل حاجة. افرج سعر السكن على جزيرة تودو اغلى شوية من جزيرة مفوش، يعني هتلاقوا ارخص حاجة هناك برضو بتبتدي من 35-40 دولار للفرد، ده اللي هو اغلى حوالي 5 او 10 دولار من جزيرة مفوش. وطبعا في حاجات اغلى من كده بكتير زي ما قلت لكم، بس تقدروا على طول تلاقوا كل حاجة على بوكينج واجودة، وانا برضو هسيب لكم شوية لينكات لفنادق هناك بالخصم بتاعها من اللينك بتاعي. كده نكون خلصنا الجزء بتاع السكن خالص، واتكلمنا على كل جزيرة منهم وافرج السعر على كل جزيرة كام وتقعدوا فين على كل جزيرة. يعني لو انت وصلت في الفيديو لحد هنا، طب ما انت اكيد مستفاد، يعني اكيد استفدت. مش عامل لايك ليه بقى؟ ها؟ مش عامل لايك؟ اعمل لايك. نكمل الفيديو بقى لأهم حتة في الفيديو كله، وهي الجزء بتاع الرحلات او الاكتيفيتيز اللي تتعمل على كل جزيرة من الجزر اللي اتكلمنا عليها. هنبدأ طبعا بجزيرة مالي وهي العاصمة. ايه الانشطة او الاكتيفيتيز اللي ممكن تتعمل على جزيرة مالي؟ خليني يا جماعة اكون صريح معاكم 100% علشان انا بحب انقل لكم الصورة واضحة على طول. جزيرة مالي فعلا هي مكان ان انتوا تقضوا فيه ليلة واحدة لو انتوا جايين من السفر تعبانين، او لو عندكم مثلا طيارة بدري جدا ومحتاجين مكان ان انتوا تكونوا فيه قريب من المطار، فجزيرة مالي هتأدي الغرض. ولكن لو انتوا عايزين تعملوا انشطة سياحية على جزيرة مالي، فنسبيا فعلا مش موجود اي حاجة. تقدروا ان انتوا تتمشوا في الجزيرة نفسها، تجربوا شوية مطاعم هناك، كل الكلام ده. في هناك شاطئ ممكن تعوموا فيه، ولكن غير كده فعلا مفيش اي حاجة ممكن تتعمل على الجزيرة دي. سبب وجودكم الوحيد على الجزيرة دي هو ان انتوا يا اما لسه واصلين وتعبانين فمحتاجين ليلة تريحوا عشان تروحوا اليوم اللي بعديه الجزيرة الاساسية بتاعتكم، يا اما ان انتوا عندكم طيارة بدري اليوم اللي بعديه فمحتاجين ان انتوا تناموا هنا عشان تصحوا تروحوا على المطار على طول. دي باختصار جدا جزيرة مالي. نخش بقى على واحدة من الجزر الاساسية اللي الناس بتروحها وفيها انشطة كتيرة جدا، وهي جزيرة مفوشي. جزيرة مفوشي هي اشهر جزيرة محلية موجودة في المالديف كلها، وده بسبب ان فيها اوتيلات كتير والاسعار بتاعتها مختلفة وفيها انشطة كتيرة قوي ممكن تتعمل من هناك. فالجزيرة نفسها بقت بتجذب سياح كتيرة قوي ان هم يروحوا هناك ويقعدوا باسعار كويسة جدا ويعملوا اكتيفيتيز كتيرة، خصوصا الناس اللي بتبقى رايحة شهر عسل او حتى تستكشف لوحدها. فجزيرة مفوشي فيها حاجة لكل الناس. تقدروا تعملوا ايه بقى على الجزيرة بتاعت مفوشي؟ مبدئيا كده الجزيرة صغيرة جدا زي ما قلت لكم، تقدروا تتمشوا الجزيرة كلها وتلفوا حواليها في حوالي 10 دقايق تقريبا. الجزيرة فيها شارع واحد اساسي، وده اللي فيه كل المطاعم والاماكن بتاعت السوفونيرز وكل الكلام، فما تقلقوش يعني مش هتوه. في هناك شاطئين اساسيين موجودين على الجزيرة، اول واحد اسمه بيكيني بيتش وتاني واحد اسمه اللوكل بيتش او الشاطئ المحلي، والاثنين نسبيا موجودين قريب من بعض. ومكان البيكيني بيتش واللوكل بيتش عند اشهر فنادق موجوده على الجزيره كلها، وهي الفنادق بتاعه ارينا وكاني. هيبقى شكلهم مميز جدا بالنسبه لكم لان هي فنادق عاليه، فهتبقوا شايفينهم نسبيا من كل حته في الجزيره. حتى وانتوا داخلين المينا اصلا بتاع مفوش تبقوا شايفين على طول الفندقين الكبار دول. الفندقين الكبار دول هم اللي قدامهم البيكيني بيتش. وخليني اقول لكم هو اتسمى بيكيني بيتش ليه؟ علشان المالديف بلد مسلمه 100%، هم عاملين حاجه فعلا جميله جدا علشان عامه ما يحصلش اختلاط ويتاثروا السياحه اللي بتكون عندهم، فقرروا ان هم يعملوا شاطئ اسمه البيكيني بيتش، وده مخصوص للسياح يقدروا هناك ينزلوا براحتهم ايا كان بقى ايه نوعيه المايوهات اللي هم لابسينها، اللي هو بيكيني يعني من الاخر، ويقدروا ينزلوا هناك مفيش اي مشكله. ولكن على الشاطئ المحلي او اللوكل بيتش، لو حد هينزل يعوم هناك ما ينفعش ينزل غير برولز معينه، سواء ولد او بنت، لازم طبعا كله يبقى متغطي سواء ولد او بنت. فدول اشهر شاطئين موجودين على جزيره مفوش. وطبعا نزول الشواطئ دي كلها سواء محلي او بيكيني او ايا كان كلها ببلاش. تنزل الشاطئ، تقعد على الشاطئ بره، تقعد على الشجره، ايا كان انت قاعد فين اقعد براحتك، ما بتدفعش فلوس. غير طبعا لو انتوا قاعدين على الكراسي بتاعت الاوتيل نفسه او حاجه زي كده، يعني تقريبا ممكن تشربوا حاجه ذوقيا او حاجه زي كده، انما مش بيحاسبكم على الكرسي، يعني مش زي عندنا كده اللي هو شمسيه وترابيزه واربع كراسي. وما اظنش المصطلح ده حد هيفهمه غير المصريين اللي بيتفرجوا على الفيديو ده. ايه بقى الرحلات اللي بتطلع من جزيره مفوش؟ جزيره مفوش مشهوره جدا بالرحلات اللي بتطلع منها، زي مثلا رحله السباحه مع القروش، ورحله ان انتوا تروحوا تعملوا
تعملوا سنوركلينج في نص البحر وتشوفوا الساند بانك. اللي مش عارف يعني ايه ساند بانك ده، بيبقى زي شريط رملي رفيع جدا موجود في وسط البحر زي اللي ظهر قدامكم ده بالظبط. وبرده في رحلات ان انتوا تروحوا تتفرجوا على دلافين وتتفرجوا على الستينج ريز ومانتا ريز وويل شاركس. بجد ما شاء الله عندهم كل انواع الاسماك والحياه البحريه اللي ممكن تتخيلوا، بس ما عندهمش يعني شعب مرجانيه زي اللي موجوده في مصر. الصراحه الشعب المرجانيه اللي موجوده عندنا في مصر انا ما شفتش زيها في العالم كله. المهم يعني اسعار الرحلات اللي موجوده هناك وبتعملوا فيها ايه. في رحله مثلا زي اللي انا عملتها، ان انتوا تطلعوا اول يوم الصبح تروحوا جزيره اسمها جزيره فولوليدو، تروحوا هناك تلعبوا مع الستينج ريز وتتصوروا معاهم، وبعد كده تاخدوا المركب بتاعكم وتروحوا منطقه دلافين تتفرجوا عليهم وكل الكلام ده، بعد كده تروحوا منطقه قروش تنزلوا تعوموا معاهم، وبعد ما تخلصوا كل الكلام ده تطلعوا على الساند بانك تقعدوا هناك وتتصوروا وتتغدوا كمان، وكل ده ب $50. والصراحه يعتبر سعرها حلو جدا بكل الحاجات اللي احنا بنعملها في اليوم دي. في رحله ارخص منها شويه، مش بيودوكوا بقى ان انتوا تتفرجوا على الستينج ريز والحاجات دي، بتروحوا على طول على منطقه القروش وبعد كده تروحوا على الساند بانك وبترجعوا، بتبقى ب $35. دي حاجات اغلى شويه برضو، بتوصل ل $100 و$120 وكل الكلام ده، بس طبعا باختلاف الحاجه اللي بتعملوها. يعني مثلا اللي ب $100 دي هي ان انتوا تروحوا تتفرجوا على الويل شارك والمانتا ريز. والفكره بس هم اغلى ليه؟ علشان الموضوع بياخد مجهود اكبر ان هم يدوروا عليهم تقريبا، لان هم بيبقوا موجودين في اماكن معينه والاماكن دي ممكن نسبيا تبقى بعيده شويه. وبرده بتخلصوا اليوم ان انتوا تروحوا على الساند بانك تاخدوا الغدا بتاعكم هناك وكل ده. واغلى رحله بقى هي ان انتوا تروحوا دي يوس لمنتجع. عارفين المنتجعات المشهوره بتاعت المالديف دي اللي بتبقى موجوده على الانترنت على طول بنشوفها؟ تقدروا تروحوا هناك دي يوس من $120 ل $150. بس اللي انا شفتهم الصراحه كانوا من غير اكل، يعني مجرد بتروحوا هناك تتفرجوا كده وتتصوروا بس كده، وتقريبا بيبقى ممكن يبقى ليكوا اوضه كده تستخدموها على مدار 4-5 ساعات او حاجه زي كده، على حسب يعني انتوا دافعين كام، بس ده افريج السعر بتاعها. وبرده في جزيره نافوشي تقدروا ان انتوا تعملوا شويه نشاطات مائيه كتيره جدا، ان انتوا تركبوا جيت سكي او بنانا بوت او تعملوا هناك باراسيلينج وحاجات كتيره قوي في الميه، وتقدروا برده ان انتوا تعملوا سنوركلينج حوالين الجزيره وتتفرجوا على الاسماك في الميه وكل الكلام، بس دي نسبيا تعتبر كل حاجه تقدروا تعملوها على جزيره نافوشي. نخش بقى يا جماعه على جزيره تودو وكل الانشطه اللي ممكن نعملها هناك. جزيرة تودو بطبيعتها جزيرة مختلفة جدا عن جزيرة مافوش، وده بسبب الطبيعة الجغرافية المختلفة بتاعتها، لأن جزيرة تودو هي أكبر جزيرة زراعية موجودة على المالديف كلها، فحتى نوعية السياحة اللي موجودة على جزيرة تودو مختلفة عن جزيرة مافوش. طبعا فيهم حاجات مشابهة، ولكن في حاجات في جزيرة تودو مش موجودة أصلا غير في جزيرة تودو، أو جزر زراعية مشابهة ليها، بس دي أشهر واحدة. يعني مثلا من الحاجات المميزة جدا اللي ممكن تعملوها في جزيرة تودو هي إن أنتوا تعملوا فروت تور، أو جولة سياحية إن أنتوا تتفرجوا على أنواع الفواكه الغريبة اللي موجوده وبتتزرع على الجزيره. بتروحوا بقى تتفرجوا على انواع غريبه جدا من الفواكه، فاكهه اسمها كنارو ومش عارف جواف خشبيه وحاجات بقى كتيره غريبه جدا. عملت طبعا عنها فيديو كامل، وكل الحاجات اللي انا بتكلم عليها عامه في الفيديو ده، سواء مثلا جزيره مافوشي او تودو او انواع السكن، كل الكلام ده كل دول ليهم فيديوهات لوحدهم بفلوجات كامله موجوده يا جماعه على الصفحه بتاعتي في البلاي ليست بتاعت المالديف، تقدروا ان انتوا تتفرجوا عليهم علشان بقى تبقوا مذاكرين المالديف 100% قبل ما تروحوا. المهم يعني دي احدى الحاجات المختلفه اللي ممكن تعملوها على جزيره تودو، ان انتوا تعملوا جوله سياحيه، ان انتوا تتفرجوا على انواع الفواكه الغريبه وتجربوها في الجزيره. طبعا تقدروا الصبح ان انتوا تستكشفوا الجزيره كلها بعجل، في اوتيلات كتيره هناك عندهم عجل للايجار، فتقدروا ان انتوا تاجروا عجل هناك وتستكشفوا الجزيره كلها، لان الجزيره تعتبر اكبر بكتير جدا من الجزيره بتاعت مافوش. فنسبيا مثلا لو انتوا في ناحيه شاطئ الشروق، فشاطئ الغروب الناحيه الثانيه من الجزيره، فهتضطروا ان انتوا يا اما تتمشوا حبه يا اما يبقى معاكم عجل او حاجة تاخدكم من الناحيه دي للناحيه دي. شاطئين بقى مشهورين جدا يا جماعه موجودين على الجزيره دي، والاثنين ببلاش، شاطئ الشروق وشاطئ الغروب. انا المفضل بالنسبه لي الصراحه كان شاطئ الغروب. الشاطئ بجد الميه بتاعته كريستاليه وهاديه وجميله، وفعلا الشاطئ عجبني قوي، والرمله بتاعته كده ناعمه وجميله. الشواطئ اللي كانت موجوده في جزيره مافوشي ما كانتش رمليه قوي، يعني كان فيها صخور كده الصراحه، وبالذات شاطئ البيكيني ما عجبنيش. وحتى لما تتفرجوا على الفيديو كامل بتاع جزيره مافوشي مثلا هتشوفوا التعليق بتاع على الشاطئ، ولكن في جزيره تودو فعلا الشاطئ عجبني جدا، الرمله ناعمه مفيش اي زلط ولا اي حصى، ولون الميه بجد ما شاء الله. فطبعا انصحكم جدا 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 ان انتوا يا جماعه تقعدوا قريب من الشاطئ بتاع الغروب ده، وتستمتعوا طبعا بالشاطئ ده كل يوم لو قدرتوا. وشاطئ الغروب كمان فيه زي مكان سنوركلينج كده، ممكن تروحوا هناك تتفرجوا على شعاب مرجانيه، انواع سمك مختلف وكل الكلام، ومعظم الفنادق بيبقى فيها سنوركلينج جير اصلا، ممكن تاخدوها من الفندق ببلاش. وزي جزيره مافوشي في رحلات بتطلع من جزيره تودو، بس مش كلها شبه الحاجات اللي بتطلع من جزيره مافوش. يعني عندهم مثلا رحلات للساند بانك ان انتوا تروحوا تتغدوا هناك مثلا او حاجه، عندهم رحلات سنوركلينج
سنوركلينج، بس ما سمعتش الصراحة عن هناك على رحلة القروش. يعني رحلة القروش كانت موجودة في مفوش، لأن المكان اللي موجود فيه القروش تقريبا كان أقرب لهناك. طبعا هم في أماكن كتيرة قوي، بس تودو واضح إن مش قريب منها مكان من دول. فلو ناويين تعملوا الرحلة بتاعة القروش دي، يبقى تعملوها من الجزيرة بتاعة مفوش. ودي تعتبر كل حاجة يا جماعة ممكن تعملوها على جزيرة تودو. فنخش بقى في آخر جزء من الفيديو ده، وهو أهم النصايح قبل ما تروحوا جزر المالديف. أول نصيحة، دخولكم مطار المالديف يا جماعة لازم يكون معاكم كل الحجوزات مؤكدة للفترة الكاملة اللي انتوا قاعدينها. يعني لو قاعدين هناك أسبوع، فلازم يبقى معاكم حجز مؤكد لمدة الأسبوع كامل، والراجل بيبص عليه وحاجة الصراحة وجع دماغ. ولو الفندق اللي انتوا حاجزينه ده مش في السيستم بتاعهم، أو مش تبع السيستم بتاع وزارة السياحة بتاعتهم أو كده، بيقول لك احجز واحد تاني وانت واقف كده. حاجة في قمة الرزالة الصراحة، بس بتضطر إن انت تعمل كده. فلو مش عايزين تقعوا في الفخ ده، هتلاقوا في فيديو أنا كنت عامله إزاي تعرفوا كل الفنادق اللي ممكن تحجزوا فيها، وأهم النصايح لدخولكم المطار في المالديف. تاني نصيحة، لو انتوا بتحبوا الحياة الليلية عامة، وبتحبوا إن انتوا تخرجوا بالليل وتسهروا وتسمعوا أغاني وتروحوا تستكشفوا أماكن وكل الكلام ده، الكلام ده مش موجود في المالديف. أول لما المغرب بيدن في المالديف، بتلاقي الحياة كده انتهت نسبيا. يعني كم مكان بسيط كده اللي بيكونوا فاتحين، ونسبيا كده بيجيلكوا الإحساس إن الحياة انتهت على الجزيرة. الدنيا هديت خالص كده، وكل واحد بقى راح في حتة. كل المطاعم والكافيهات اللي موجودة هناك يعني حتى مش مشغلين أغاني، يعني قليل قوي اللي بتلاقيهم مشغلين أي أغنية كده ولا حاجة. بس مفيش حد مثلا بيعزف لايف ميوزك، مفيش أي حاجة كده اللي هو حماسية بالليل. فلو انتوا من أنواع البشر اللي بيحبوا يعملوا حاجات بالليل، نسبيا هتزهقوا بالليل في المالديف، فلازم تبقوا عاملين حسابكم في حاجة زي. تالت نصيحة، من وجهة نظري أفضل عدد أيام يتقعد في المالديفز ماكسيمم 7 أيام، ما تقعدوش أكتر من كده، لأن فعلا فعلا هتزهق. حتى لو انتوا رايحين هاني مون، أيا كان انتوا رايحين ايه، وده بسبب إن الأكتيفيتيز نفسها قليلة ومفيش أماكن خروج بالليل كتير، نسبيا الواحد هيمل. بس ده طبعا رأي الشخص. رابع حاجة، زي ما قلت لكم يا جماعة، العاصمة مالي هدفها الوحيد هو إن انتوا يا إما لسه واصلين فهتباتوا فيها ليلة، أو انتوا ماشيين فهتباتوا فيها ليلة تريحوا علشان تنطلقوا على المطار على طول. إنما هي ملهاش أي لازمة إن انتوا تقعدوا فيها خالص. ما تضيعوش الأجازة بتاعتكم في ان انتوا تقعدوا ليلة او ليلتين في مالي. خامس نصيحة، لما تيجوا تغيروا عملة في المالديف، حاولوا غيروا على القد بالظبط، علشان هتواجهكم مشكلة ان انتوا تحولوا العملة دي تاني لدولار، فهيتبقى معاكوا عملة اللي هي الروفية، يعني ما بتتحولش بقى من اي بلد تانية. خلاص انت كده هيبقى معاك عملة كده مش تعمل بيها اي حاجة غير في المالديف. فدي فعلا مشكلة كبيرة قوي لقيتها بتواجه سياح كتير هناك، ان هم مثلا بيبقوا اول ما وصلوا حوالوا مثلا 500 او 600 دولار، ويتبقى معاهم مثلا 100 دولار او 200 دولار مثلا، يعني كل ده افتراض ارقام. بس المشكلة بقى ان هما مش عارفين يرجعوا العملة دي تاني لدولار، علشان مفيش اي مكان هيرجعها. الطريقة الوحيدة اللي انا عرفتها من هناك عامة ان ممكن ترجع لك العملة، هي ان انتوا اول لما تنزلوا في المطار هتلاقوا في بنك، اول لما تطلعوا على الشمال البنك ده لما بتغيروا منه بيديكوا رسيد، وبيقول لكم ان انتوا وانتوا راجعين المطار تقدروا تجيبوا الرسيد ده وتغيروا العملة دي تاني لو عايزين. يعني لو انا غيرت مثلا منهم 100 دولار واتبقى معايا 50، هقدر ان انا اروح اديهم ال 50 بالقيمة بتاعتها بالمالديف، وهيرجع لي دولار تاني. ده المكان الوحيد في المالديف كلها اللي شفت فيه حاجه زي كده، ودي برضو يا جماعه تجربتي الشخصيه وانا بنقلها لكم. سادس نصيحه واخر نصيحه، هي ان انتوا فعلا لو مهتمين بقى بكل التفاصيل الحاجات اللي انا قلتها دي، ارجعوا واتفرجوا على الفيديوهات اللي انا عاملها على المالديف قبل كده. الفيديوهات دي بجد كانها مرجع ليكم لما تروحوا هناك، فيها تفاصيل كل حاجه، وفيها كل الاماكن اللي هتزوروها صوت وصوره وكل حاجه في الدنيا. ففعلا مش تبقوا محتاجين تعرفوا اي معلومه من اي حد تاني غير من الفيديوهات دي. واتمنى ان شاء الله ان كل المعلومات دي تبقى مفيدة ليكم. ما تنسوش بس قبل ما تخرجوا من الفيديو تعملوا لايك، ولو عندكم اي اسئلة يا جماعة اكتبوها لي في الكومنتات، برد على كل الكومنتات. ولو انتوا بتحبوا تشوفوا فيديوهات على طول ليها علاقة بالسفر، ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو تاني قريب جدا، ودمتم مسافرين.